أرجوكوا فكوا الربط ما بين سعر الجنيه وسعر صرف الدولار، ما يبقاش طول الوقت أنا بسأل الجنيه كام مقابل الدولار، لأن أنا مش دولة مصدرة للبترول، أنا دولة مستوردة، مربوطش أبدا الجنيه بالدولار. إزاي أنا مش بترو دولار؟ امال ازاي انا هستورد؟ اربطه بالجنيه، اربطه باحتياط النقد الاجنبي، بسله من العملات والمدخلات بتاعت احتياط النقد الاجنبي، ده هيبقى تقييم اعلى للجنيه، يديله قيمته، وما يبقاش بقى طول الوقت امريكا خفضت الفايده، الدولار نزل في العالم، بس انت عندك عشان خاطر في مشاكل والناس مش عايزه تنزل الدولار فالدولار ما بينزلش، امريكا رفعت اسعار الفايده فارتفع عوائد السندات الخزانه الامريكيه. الهوت ماني ماشي. يا جماعه لا، احنا دي كلها يعني حاجه مغلوطه. على فكره اخترعت الولايات المتحده الامريكيه البترو دولار سنه 70 عشان تربط اقتصادات الخليج باقتصاد امريكا طبعا. احنا مش مربوطين بامريكا طبعا. هي مش الحليف الوحيد بالنسبه لنا. السعوديه بقى لها سنتين بتحاول تتنصل من الفكره دي وهينجحوا.